هلا رح نريح شوي، رح نحكي الامور هيك على رواق بهذا الموضوع وبهذا المحور. بلبنان ما بقى بينعاش من قلة المصاري. خليني معلش، عم بيقولوا لي كمان في عدد من التويتس عم يجي عم يسالوا من اين له جو معلوف الجيب يلي قطع بالريبورتاج. اول شيء انا لو بدي خبي ما نزلت بسيارتي وخليت الكاميرا تصورها وما كنا حطيناها، حقكم تسالوا مثل ما انا حقي اسال عن غير ناس. سبق وطلعت ببرنامج المتهم عبر ال بي سي مع رجا ورودولف الزملاء وكشفت عن حساباتي بالبنك وكشفت عن سياراتي هل هي بقسطها ولا ما بقسطها. ويلي ما بيعرف شو بيشتغل جو معلوف، جو معلوف بيشتغل غير مقدم برامج، هيدي رساله. انا عندي اشغالي الثانيه وما بدي احكي كتير عن حالي على الهواء، انا بدير اذاعتين وعندي عدد من الاشغال اللي بعملها، فالحمد لله لما الانسان بتعبه بعيش حياه مقبوله، هيدا شيء انا بفتخر فيه. وقعنا واقع مر، الوضع الاقتصادي صار بمحل متدني كتير، ما بتسال حدا من يلي حواليك الا ما بيقول لك عايش بالدين، الفقير كرماله بيفقر والغني بعده عم يغنى بلبنان، اختبار عملناه على عيال لبنانيه مدخولها الشهري بيتراوح بين الحد الادنى وبين الحد الادنى ضرب 3 مرات. قديش لازم يقبض اللبناني لحتى يعيش بكرامه؟ بدي اخذ اتصالاتكم، بدي منكم انتم من بعد ما يطلع الريبورت تخبروني كيف عايشين، تخبروني كيف تقسموا مصرياتكم، تخبروني قد عليكم ديون، كل عائله لبنانيه، خلينا نحضر تقرير ومنتابع. كيف عايشين نحن بلبنان؟ مع تدني الأجور من ميل وغلى الأسعار من ميلة تانية. 3 عيال من طبقات اجتماعية مختلفة رح يقسموا اليوم دخلهم الفردي على كل الشهر، وعيلة معتوق هي العيلة الأولى. كم شخص أنتو بالبيت؟ أنا ومرتي و4 أولاد. مين مصدر الدخل بالبيت؟ أنا بشتغل شوفر تاكسي. قد ايه مدخولك الشهري؟ 600,000. رح أعطيكم 600,000 تقسموا لي إياها مثل ما أنتو بتقسموها كل شهر. كل يوم 20,000. يعني مثلا كل يوم مثلا 20,000، هو ايجار البيت 20 30 40 50. يعني حسبناهم هلا هيك عن جد ولا شيء، مش عايشين براد ما يعني انا براد بصير بدك تجيب عصير وبيبسي وبدك تشرب من برا، بتستحمل تجيبي هلا كمان بتحطي من برا. عيشة الفقير تقديره. كيف قسمتوا؟ خبرنا. هو 350 أجار البيت، وفي عندي 20,000 كهرباء، 100,000 احتياجات سكر وشاي ورز، و 20 30 40 50 60 بنزينات السيارة لمشاوير الخاصة، يعني بيبقى 70,000 احتياجات خاصة صغيرة للبيت، مثلا كنزة كلسات. إذا ابني سخن بنتي سخنت بنعتلهم إنه أقل دواء أقل دواء حقه 8000 ليرة، 8000 ليرة بيروقنا بالبيت. أولادي مدرسة رسمي، المشكلة أنا وقع فيها إنه الأوتوكار، هال 21,000 بنتي صبية عمرها 19 سنة بدها تلبس مثل رفقاتي، قلت لي بابا لا إنه مش مضطر لفوت على مدرسة، خليني بالبيت، هذا قراره. وابني اللي أصغر منها كمان هذا قراره. كم طبخة بتعملي فيها لحمة؟ طبختين ثلاثة بالشهر؟ ممكن أخلي الترويقة غدا لنكسب إنه نتغدى ونتعشى بس ما نتروق، يعني عشان أشبع أكثر شيء بنجيب بيض وبطاطا، المطاعم مثلا إحنا ما بنعرفها. كيف بتتدفوا بالشتاء؟ الشتوي الماضي ما حطيت شيء. ما في شيء. وبس تسقعوا شو بتعملوا؟ خلص في حرام وبسكر الباب بيقعدوا. أنا ما عندي موتور وما عندي إنترنت وما عندي شيء، يعني ما عندي شيء. تليفون. ساتلايت ما عندي شيء لا. تعبت. أنا ما بدي شيء. على الهواء وقدام العالم كله أنا ما بدي شيء. أنا بدي أولادي يعيشوا مثل أولاد العالم. أنا إذا بدي أعيش عيشي محترمة لازم يكون معي 1500 دولار كل شهر لإلي. تمعتي. من بعد 600,000 ليرة قررنا نعلى بالدخل الشهري مع عائلة بحاح المؤلفة من 6 أشخاص ومصدر الدخل فيها البي اللي بيشتغل شوفير كاميون وبيقبض 1,500,000 ليرة حتى نشوف كيف بيقسموا هالدخل على كل الشهر.
400,000 أجر بيت، 100 دولار اشتراك كهرباء، اشتراك كهرباء موتور 50,000 كهرباء، 110,000 كارد بانك، 100 دولار للمازوت للشتاء، 100,000 اوتوكار مدرسة، 50,000 تليفونات، 300,000 سوبر ماركت، بيبقى 140,000. في عندك بلدية، عندك مي بدك تدفعيهم، عندك مصروف أولاد بالمدرسة. بيجي 10 شهر تقولي له لصاحب الشركة يعمل معروف أعطيني من معاش الثاني. نحن عايشين يومك بيومك، إنه نصمد أو نشيل يعني إن شاء الله إذا سافرنا أحسن. على طول أنا بقول له دبر سفرة، عملنا هجرة يعني نسافر، هون ما قلنا ما في قلنا عيشي بهون بهالبلد. قد إيه بتقولوا لازم يكون مدخولكم الشهري لتكونوا عايشين بكرامة؟ شيء 2000 دولار. لأنه بهالأيام ما حدا لحدا، أبدا ما حدا لحدا، كل من اللهم نفسه. شفنا 1,500,000 ليرة شو فيها تأمن للعيلة، وهلأ مع عيلة زكريا رح نعلى 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور حتى نشوف إذا الدخل الشهري بيكفي هالعيلة المؤلفة من 4 أشخاص، ومصدر الدخل فيها هو البي يلي بيشتغل شوفير خاص وبيطلع 2,200,000 ليرة. في عنا تقسيط شقة 400 دولار، عنا تقسيط أدوات منزلية 20 دولار، عنا 100 دولار كهرباء وموتير، عنا 40,000 ماي للاستعمال، عنا 60,000 ماي شرب، 200 دولار بنزين، أدوية وطبابة 200 دولار، 100,000 تشريش تليفونات، باقي 620,000 أكل وشرب، وهن أكيد ما بيكفوا. نحن ما بنظهر يعني ما انه ظهرتنا قليله، مثلا انه نحن قاعدين بجبال بنطلع مرشار بنطعميهم نقيش بنطعميهم سندوتشات يمكن مره بالشهر، مطاعم ما بنروح، مثلا تياب انا بشتري انه يمكن من شهرين انا اشتريت هيدي ب 9,000، انه ما بستحي يعني انه اللي بده يعيش بلبنان بده يقتصد بكل شيء يعني. يعني انا صار لي تقريبا شيء 30 سنه عم بشتغل، لحد هلا ما عندي بيت، وهلا عندي 20 سنه تقسيط، يعني بيكون صار عمره 70. بالنسبه لانه واحد يعيش عيشه وسط بلبنان بده اقل شيء 2000 دولار. قولي لي نحن شو عم نقصر انه بالنسبه للضرائب؟ انه شو عم نقصر؟ اجى شي مره مثلا كهربجي بده كهرباء يعني مع انه مش مأمنه بلبنان، شي مره دق الباب وما في ما اعطيتيه خلونا الكهرباء، ثاني يوم بيجي بيعلقوا انذار بده يشيلوا السياره. وين الكرامة؟ إذا معك 2000 دولار وين الكرامة؟ ما بقى في كرامة بلبنان، نحن عم نتدعوس بلبنان. ما في كرامة، نحن عم نتدعوس بلبنان، عن جد يعني هيدي الكلمة ما بعرف، أنا بتركك تعلي. بترك أنا مش جاي، أول شيء جاي نخبر واقع كل عائلة بلبنان، يعني نحن يمكن أنت فتحت لنا المجال تستضيفنا معك، غيرنا مش مفتوح له المجال، إذا بتفتح المجال يمكن بيصير في مظاهرات عندكم هون بالـ LBC. نحن بلا كرامة ليش؟ لأنه بنخلق بلا كرامة، يعني إذا فاتت المرأة تتولد بالمستشفى، إذا ما معها تدفع تتظاهر ابنها بخلوه بالمستشفى يتجي المصاري. بنبلش مديونين من الأول. إيه، بنفوت على المدرسة ما معنا ندفع القسط، بحطوا الولد مثل الشحاد قدام الباب، خلي أهلك يجوا يدفعوا القسط. ومنكمل 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 حتى بس نموت، اذا متنا بالمستشفى ما معنا نظهر الجتة بيتركوا الجتة بالمستشفى. صحيح. وين الكرامة؟ نبال اهلا وسهلا فيك. محمد بالتقرير قال مدخوله 600 وبده، سالني قال بدي انا معاشي يكون يا ريت يكون 1000 دولار. انتم معاشكم 1000 دولار. انا بقول لمحمد عايشين؟ لا ابدا، بقول لمحمد لو كمان معاشي انا 2005 لاقدر كفي كمان، لانه كمان 1000 ما بتعمل شيء. ولا شيء، 1000 مثل 2 مثل 3 مثل 4 بهالبلد، كلنا عايشين نفس الشيء. وكلنا بيصير علينا ديون وكلنا بدنا ندفع وكلنا لحتى نلحق. نعم. تيريز عم بتقسطوا البيت، كنت عم تقولي بالريبورت، نعم. عادة نعرف مدة التقسيط طويلة كثير، بتعتقدي ابنك رح يضل يكمل تقسيط؟ 20 سنة. هلا نعم. إذا بقى بلبنان أكيد ما بيبقى بلبنان، يعني إذا بده يتعلم بده يظهر تيقدر يكون مستقبله. هلا إذا بقى معه ما نحن بنصير ختيارية وما في ضمان شيخوخة. من بعد ما يجيب لنا الدواء ويحكمنا ويجيب لنا حفاضات بس نختير وهيك، إذا بقى معه بيبقى بقصة البيت أو بيبيعه بيقعد بالأجر. مش مزبوط؟ فكرتي فيها؟ فكرنا فيها إيه.
نعم. إنه تقسيط 20 سنة بيصير رب البيت عمره 80 سنة. نعم. نيبال من 2006 زادت تكاليف النقل، الانتقال بالسيارات وغيره 18% من دخل العائلة. شفنا بالريبورت إنه ما في عندكم مصروف بنزين أو مصروف سيارة بالبيت. كيف تتنقلي مع اولادك؟ كيف تظهروا كعائله اذا ولد مريض بالليل؟ اذا بدك تظهروا سوا شو بتعملوا؟ اذا بتنقلوا ولد على المستشفى بالليل؟ هلا اذا صار عندنا شيء بالليل، هلا الحمد لله ما صارت، بس اكثر شيء بدي روح دق على الجاره توصلني على المستشفى، وبتعرف هالايام عاسه العالم كثير صعبه. نعم. يعني اذا بدك تعمل شيء منيح مع حدا بدك تقول لهم يعني ياخذوك او هيدا، بده يربحوك 100 جميله. ونحن كل نهار سبت بنستاجر لنظهر، نقدر نظهر ونروح ونجي. ولا شو بتجيبوا تاكسي؟ لا بنستاجر سياره لنقدر نظهر، يعني هيدا كمان من شيء. هي بتعرفي اجار هالسياره بدفع على قد 30 دولار اللي هن على هاو هن. نعم نعم. تيريز حضرتكم كعائله هلا نحن عرفنا الوضع، بتشاركوا بمناسبات اجتماعيه؟ عندك الاعياد، عندك الهدايا والشوكولا وغيره، بتلبوا هيدي النداءات ولا شو بتعملوا؟ كنا قبل كثير، هلا كثير مختصرين، يعني غير القرايب، القرايب يلي ملزم فيهم انك تعمل معهم واجبات، تظهر انت وي ما بتظهر يعزموا صغيره، انه يلي هي ما بتستحوا بين بعضكم اذا ما جبتوا الهديه اللي بتكلف مصاري. نيبال شو بتعملوا بالاعياد والمناسبات؟ ما بقدر اروح اعمل واجب مع حدا صراحة، لأنه إذا بدي شيل من معاش الجوزي يعني اللي بده يفضل، بقعد بلا أكل كل الشهر. نعم. يعني بدي يصير أسحب من المعاش، ما بفضل، ما بيقديني لآخر الشهر. فلهيك في كثير أنا ناس عاطيتني ومثلا بتذكرني على المناسبات، بس أنا ما بقدر أقوم ولا شيء من هيدول. طيب اليوم متطلباتكم كنساء أو كسيدات، ما عندكم يعني شفناكي قلتي اشتريتي القطعة من اشتريتي هالقطعة مش مستحية جو بالعكس أنا بحيي شجاعتك وأنا بقول لكم يعني عن جد بحييكم إنكم طلعتوا. لأننا طالعين نشحد، أول شيء أنت منك فاتح بنك عم تعطينا مصاري، أنت بس عم تفتح مجال هالعالم تقدم وجع. لا وحتى لحتى هالمسؤول اللي ما عم بحس بركي بحس، لو بده يحسوا حسوا من زمان. نعم خلينا نحس. شو بتعملوا بمتطلباتكم؟ نحن هيدا الشيء اللي نحن عايشينه جو عم يصير تفكك عيال، يعني نحن اذا المره مش مقتنعه باللي هي عيشته عم يصير في طلاق، عم يتركوا الاولاد، عم يتشردوا الاولاد. هلا انا بقول لك كمره عندي يعني متطلبات نفسيا نحن. نعم. عم تصير اجتماعيا مزبوط. عم تصير الاولاد عم ينحرفوا، عم يعني انضرب المجتمع كله. خليني اسال بس لفتي موضوع مهم جدا، عم يصير في طلاق، عم يصير في تفرق، عم يصير في اوقات اذا ما انا بعرف انه اذا بتعملي شعرك، بتعملي ضفيرك مثل ما كل الناس بيعملوا، مثل كل الناس بالبيت، بس اجي انا اروح على صالون او اروح اعمل مثل هالبنات اللي كلها عم تعمل، لا ما بقدر. وبقول له لجوزي انه انا طيب بدي روح. طيب ترى 70% من اللبنانيين متوقعين انه في تدهور رح يصير حاله ماديه بال 2015، كيف بتتخيلي مستقبل اولادك بلبنان؟ اكثر من هيك تدهور؟ ما تدهورنا وخلصنا. مزبوط. تدهورنا وخلصنا. نعم. ليش؟ انه عن جد كيف عايشين يعني؟ كيف عايشين؟ كم طبخه عم تعملوا بالجمعه بالبيت؟ فيها لحمه، يعني كيلو لحمه 14000 ليره تقريبا، كم طبخه بتعملي؟ هلا انا بطبخ على يومين، يعني صراحه اذا بطبخ نهار الاثنين بس فيهم لحمه كل طبخاتك؟ لا مش كل يوم، لانه لحمه غالي. ما في اللحمه غالي وكله غالي، ما في، واربع اولاد ومسؤوليه ومدارس واوتوكارات وكهرباء ومي، كله هيدا انت بدك تدفعه. نعم نعم. تيريز انا انه بنجيب كله اللحمه بنقسمه مثلا على شهر، نهار ايه نهار لا، كل نهارين بتطبخ بلحمه. هلا انه الاكل بس ما بينحكى فيه الاكل، لا بس حتى داخل حساباتكم موضوع أدل. بكل شيء، كل شيء بده دراسه وبرضه بتطلع مكسور. يعني انا مثل ما شفتها نحن طلعنا مكسورين، عدا الاكل والشرب على قصه السياره طبيعي. على طبيعي. يعني عم تطلع مدخول ما عم بكفي، بدك قده ثلاث مرات مصروف. مصروف. نيبال عم بيقولوا لي بالمدرجي انه اسالك ليش مش لابسه محبسك؟ صراحه لانه يعني طلع علينا ظروف بالبيت وفي كان دفعات تدفع، فاضطريت انا بيعه لهالسبب انه انا مش لابسه محبس. بس بعتي محبس الزواج لتقدريت لا اقدر سدد ادفع ديون شوي. نعم. كلمه اخيره تيريز، بتبيع محبسها مش احلى ما تبيع جوزها واولادها؟ مزبوط. برافو عليك. في ناس عم تبيع اولادها. كلمه اخيره، كلمه اخيره ان شاء الله ياخذ بايدك ويكون هالشعب اللبناني مش واقف حدك، يعني عم يتفهم اللي نحن عايشينه، يعني بدنا خلص نوعة بقى، بدنا دولتنا إنه خلص. يعني إذا ما اهتمت فينا تهتم بس بأولادنا، تشوف متطلبات أولادنا، بأولاد برا، بأولاد برا بيأمنوا لهم الطبابة، بيأمنوا لهم المأكل، مستلزمات أساسية. بس نحن ما في، لو ضحكوا على ولد بلعبة بالشهر من دولتنا قديش بتذكرها لبنان. نعم. بس نحن بنشجع لبنان، لبنان ما في لبنان. شكرا لك نيبال، شكرا لك تيريز. بشكل سريع بليز تفضلي. بس
كسياحة بس بدي أقول لك بس بنتنا وابننا بيعرفوا شو هي مغارة جعيتها، عم يقولوا شجعوا السياحة أبداً. بس إذا بنتي أنا ظهرت تعرفت على وحدة أمريكانية بتعرف شو في معالم سياحة، نحن إذا ما نروح مغارة جعيتها أربعة ما ندفع 100,000 ليرة على أربع خمس أشخاص، 40,000 على الشخص. يعني إذا بدك تاخذي عائلتك بدك 100 دولار أو 100,000 يمكن، لا أكثر، أنا أربع أولاد. وإذا بدك تروحي على البحر نفس الشيء، وإذا بدك تروحي على أي بارك مزلوط. للأولاد وعلى غيره، على كل شيء، على كل شيء شايفين شيء من أثارات لبنان. نعم، شكراً لكم على كل. يعني إذا هلا تراز ونيبال عم يعملوا طبخة وحدة فيها لحمة يمكن مرة وحدة بالأسبوع، ما بعرف إحنا لوين واصلين بهذا البلد. نحن اليوم فتنا على بيوتهم، على بيوت هالناس، وأنا بحيي العيال كلها يلي وافقت أن تطلع معنا على الهواء وما يكون عندها أي مشكل تحكي كيف عايشة بقلب بيتها. من أصعب الأشياء اللي واجهناها بهذا البرنامج هي هيدي التجربة اللي عملناها، الوضع رايح على أسوأ، الخبراء الاقتصاديين ما عندهم حلول عملية، كله مربوط بكله، مربوط بانتخاب رئيس جمهورية، مربوط بوضع البلد وين رايح. طيب نحن حتى كانت مرقت هيدي الأزمة، هيدا بدي أفترض أنه مرقت، إذا مرقت على خير شو لازم نعمل من هلأ لوقتها؟ المطلوب اليوم نعمل سياسة تقشف كل واحد ببيته، كل عائلة، لأنه يلي منه قادر يضب مصاري على جنب أو يضب شيء بعد واصل على مراحل أسوأ بكتير. نحن بمبادرة من حكي جالس ومع أخصائيين ابتداء من الأسبوع المقبل رح بتشوفوا سلسلة ريبورتس وتقارير رح تعلمكم كيف تتقشفوا، كيف تقدروا توفروا بكل شيء بحياتكم وبالبيت، كيف تصرفوا أقل، كيف تعملوا موازنة أحسن لمصرياتكم. هيدا الوضع ضوينا عليه اليوم، الحلول تباعا رح تجي بدءا من الحلقة الجاية. قبل ما ننتقل مع البريك، في كتير عدد من التويتس عم بيرجع يحكي عن قصة السيارة اللي نزلت فيها أنا على المجلس الدستوري ومن أين له هذا، وحاسب حالك وسائل حالك قبل ما تسائل السياسيين. سبق وكشفت أنا ببرنامج زملاء لي عن حساباتي وعن كل شيء، رح أكشف أرجع عليهم الأسبوع المقبل. معكم حق، لازم أنا بلش بحالي، رح بلش بحالي وبنضلنا نسأل سياسيين.